السلام عليكم، أنا المدرس المساعد آية كاظم رزان. محاضرتنا لهذا اليوم عن الأنثروبولوجيا النفسية. الأنثروبولوجيا النفسية هي فرع من فروع الأنثروبولوجيا، وتسمى أيضا بالثقافة والشخصية نظرا للعلاقة الوثيقة بين الثقافة والشخصية. فالأنثروبولوجيا النفسية إذا تتحدد بالعلاقة بين الثقافة والشخصية، ذلك الثقافة تلك العلاقة التي تسير باتجاهين متكاملين، الاتجاه الأول يأخذ أثر الثقافة في الشخصية، والاتجاه الثاني يأخذ أثر الشخصية في الثقافة. فقد ساعد ظهور الأنثروبولوجيا النفسية علماء النفس بالوصول إلى فهم أفضل للمبادئ التي تحكم تشكيل الشخصية، وأثار بالوقت نفسه علماء الأنثروبولوجيا بدراسة الأنماط الأساسية للشخصية في المجتمعات المختلفة البدائية والمتقدمة. بهذا الصدد يجب أن نأخذ أثر الثقافة في الشخصية وأثر الشخصية في الثقافة. أثر الثقافة في الشخصية نقول رغم اختلاف المفهومين اختلاف واسع، إلا أن العلاقة بينهما علاقة وثيقة وجوهرية. لا يمكن أن بدون الثقافة لا توجد الشخصية، وبدون الشخصية لا يمكن أن توجد الثقافة، لأن الثقافة هي مجموعة من أنماط السلوك التي تميز مجتمع ما عن غيره من المجتمعات الأخرى. ومن ناحية أخرى أن الفرد لا يشبه أي فرد آخر من حيث الشخصية، على أساس أنه لكل فرد شخصية فريدة ومميزة. ومن جانب آخر فإن الفرد يشبه بعض الأفراد الآخرين لكونه عضو في جماعة معينة أو حامل ثقافة تلك الجماعة. أما الجانب الثاني من الثقافة والشخصية هو أثر الشخصية في الثقافة، هو الجانب الثاني من الأنثروبولوجيا النفسية، ومن أهم الدراسات والنظريات التي تناولت هذا الجانب هي نظرية إعادة الربط للعلامة بارنت. ومن أهم الدراسات الأخرى التي تناولت هذا الموضوع هو دراسة عملية التجديد. تلك الدراسة أو يقصد بالتجديد هو عملية عقلية يمكن من خلالها إعادة ربط عنصرين أو أكثر من عناصر الصيغ الكلية العقلية، ويحدد فيها ثلاث عمليات. العملية الأولى هي إعادة ربط، يقوم بتحليل عنصرين أو أكثر من العناصر الكلية العقلية، ومن ثم تحليل كل عنصر من تلك العناصر نحدد العلاقة بين تلك العناصر. ثانيا نحدد أوجه التشابه والاختلاف بين تلك العناصر الكلية، ومن ثم إعادة الربط والصياغة من خلال استبدال بعض العناصر بعناصر أخرى، وبالتالي تحدد أوجه التشابه والاختلاف بين العلاقات المختلفة بين هذه العناصر. ومن ثم تتحدد هذه الاتجاهات بالثقافة والشخصية. أما مفهوم الثقافة والمميزات أو الخصائص التي تعني بها الثقافة، وكذلك يجب أن نتطرق إلى الشخصية وخصائص الشخصية. الثقافة تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم الثقافة، منها أخذ بالجانب المادي ومنها أخذ الجانب المعنوي، لكن أفضل وأشهر تعريف يمكن أن نعرف به الثقافة هو التعريف الذي أخذه العلامة أدوارد تايلر، هو ذلك كل المركب الذي يشمل المعرفة والعقائد والمعتقدات والفن والأخلاق والعادات وكل ما يكتسبه الفرد بصفته من المجتمع بصفته عضو في مجتمع ما. ومن على أساس هذا المفهوم قام العالم جيمس برادلي أن الثقافة المجتمع تتكون من كل ما يجب على الفرد أن يفهمه ويتعلمه ويعتقده بحيث يعمل بطريقة ما يتقبلها أفراد المجتمع الآخرين. فإن الثقافة ليست مادية فحسب، وإنما هي تتكون من الأشياء المحسوسة والملموسة التي توجد في المجتمع، وبهذا فهي أنه
تتشابه مع المفهوم الذي يعني بأن الثقافة الكالتشر في اللغة الإنجليزية، ومعنى الحضارة السيفيلايزيشن في اللغة الألمانية لها وجهان، الوجه الذاتي وهو يعني به ثقافة العقل، والوجه الموضوعي يقصد به مجموعة العادات والتقاليد التي والأوضاع الاجتماعية والآثار الفكرية والأساليب الفنية والأدبية. أما خصائص الثقافة يقصد بها أنه هي إنسانية ومكتسبة واجتماعية وتطورية واستمرارية. الإنسانية يقصد بها أنه كل إنسان، الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمتلك جهاز عصبي وقدرات عقلية تتيح له ابتكار أفكار جديدة وأعمال جديدة. أما الخاصية الثانية فهي المكتسبة، فإنه الإنسان يكتسب الثقافة يكتسبها الإنسان من مجتمعه، من البيئة التي يحيط بها منذ ولادته وحتى وفاته. أما الخاصية الأخرى اللي هي اجتماعية، فإنه يقصد بها أن الثقافة هي نتاج جماعي، أي أنه أبدعتها جماعة ما، فإن الثقافة لا يمكن أن تتكون أو توجد إلا بوجود الجماعة أو المجتمع الذي يوجد فيه الفرد. التطورية يقصد بها أن الثقافة، بما أن الثقافة ثقافة كل مجتمع أو جماعة وهي خاصة بهذه الجماعة، لكن هذه الثقافة متطورة ومتجددة وليست جامدة مع تطور هذا المجتمع والجماعة من حال إلى آخر. الاستمرارية يقصد بها أن الثقافة تنبع من وجود الجماعة وتمسكهم بها، فهي ليست ملك فرد معين ولا تموت موت ذلك الفرد، لأنها ملك جماعي وتراث يمكن أن يرثه الفرد وأفراد المجتمع جميعهم. أما الشخصية يقصد بها حسب تعريف العلامة بارنت، يقصد بها هي المجموع الكلي يقصد بها المجموع الكلي تعريف الشخصية حسب العلامة رالف لينتون، فإنه المجموعة المتكاملة من صفات الفرد العقلية والنفسية، أي المجموع الكلي لقدرات الفرد العقلية وإحساساته ومعتقداته وعاداته واستجاباته العقلية. كما عرفها العالم فيكتور بارنو، تنظيم ثابت لدرجة ما للقوة الداخلية للفرد، وترتبط تلك القوى بكل مركب كالاتجاهات والقيم والنماذج الثابتة لبعض الشيء الخاصة بالإدراك الحسي والتي تفسر ثبات السلوك الفردي. أما خصائص الثقافة فهي النمو والتكامل والهوية الثابتة والثبات والتغير. النمو والتكامل يقصد يعني الشخصية تنمو وتتطور في وحدة متكاملة من خلال ترابط سمات تلك الشخصية وقدراتها وعملها بصورة مستمرة ومتفاعلة مع مواقف الحياة المختلفة. أما الهوية الذاتية فهو شعور الفرد بكيانه على الرغم من حدوث تغيرات جسدية ونفسية عبر مراحل هو التطور. فمن الطبيعي أن الإنسان يتغير من فترة إلى أخرى أو من مرحلة إلى أخرى أو من يوم إلى آخر حسب هيئته الجسدية أو أفكاره تبعاته النفسية. أما الثبات والتغير إنه يقصد بها إنه خاصية الثبات في الشخصية مستمرة ما دام الإنسان متواجد على قيد الحياة، وبالمقابل إن تلك الشخصية تابعة للتغير والتطور الذي يحدث بفعل المؤثرات المحيطة بذلك الشخص. وإلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نلتقي بمحاضرات أخرى.